اضطر فلسطيني إلى هدم منزله في بلدة بيت حنينة شمالي القدس ذاتيا خشية استيلاء مستوطنين إسرائيليين عليه. وقد أنذرت محكمة إسرائيلية عائلة عبد الله الخضر بإخلاء منزلها في حي الأشقرية ببلدة بيت حنينة بداعي أنه مقام على أرض بملكية إسرائيلية. وكانت العائلة قد خاضت صراعا في المحاكم الإسرائيلية مع جمعية إسرائيلية ادعت ملكيتها للأرض المقام عليها المنزل، لكن المحكمة الإسرائيلية تمسكت بموقفها بملكية جمعية إسرائيلية للأرض وطلبت من العائلة الفلسطينية إخلاء المنزل. لحظات ثقيلة مرت على الحاج المقدسي عبد الله خضر وهو يشاهد منزله يسوى بالأرض في بيت حنينة. لم تكن اليوم نكبته الأولى، فهو الذي هجر 3 مرات وأصيب بجلطة أدت إلى جعله مقعدا خلال محكمة منزله. بات يعلم وجع التشرد بالعراء، لكنه في كل مرة يجدد عهده لهذه الأرض بالصمود والبقاء. ينضم إلينا عبر الإنترنت السيد سمير خضر. سيد سمير، مرحبا بك. سيد سمير، ما الذي حدث ويعني ما هي تفاصيل قيامكم بهدم المنزل؟ قيامنا أول شيء نشكر جزيرة مباشر على نقل معاناة بيت المقدس وأهالي بيت المقدس. نشكركم على نقل المعلومات لكل العالم، نشكركم. ثاني شيء بنقول لكم احنا معاناتنا هون هدم 5 بيوت اليوم، قمنا بهدمها بيدنا خوف من انه استولاء المستوطنين عليها اليوم، انه كان معنا اخر يوم معاد لاستيلاء المستوطنين عليها بحجه انه ملكيه الارض انها تعود لهم، وخذنا معهم 18 سنه في المحاكم، واليوم كان لازم يستلموا البيوت الخمسه، فقمنا احنا باجراءات هدمها بيدينا ولا انه المستوطنين تجي محلنا في هذه البيوت. طيب سيد سمير، يعني 18 سنة من المعاناة في المحاكم، هناك تفاصيل بالتأكيد، متى بدأ ذلك وما هي الحجة التي أقيمت عليكم لأجل الاستيلاء على منازلكم؟ مسألة هدم المنزل بأيديكم، يعني اشرح أكثر. احنا طبعا اشترينا هاي الأرض بال 53 باسم الحجة لأمه لعبد الله خضر اللي هو ولدنا. طبعا في 53 اشتريناها وقعدت وبنت فيها الحجة غرفة وحمام ومطبخ. بعد هيك اجوا يعني ابياتنا قعدوا في الارض وكبرنا الارض وبنينا فيها. فهم بيدعوا انه في 63 انهم اشتروا من واحد عربي يعني هون الارض، وهذا اللي باع الارض لا يحق له انه يبيع لانه لا يملك هذه الارض، لانه مش موجود بالاوراق لا التركيه ولا بالاردنيه ولا بالاسرائيليه موجود اسمه. هم بيدعوا انه شاريين منه، وهذا الشيء المعلومات يعني كانت هم اللي بيدعاهم في المحاكم. فاحنا خدنا معهم محاكم 18 سنه في الملكيه. طبعا في اول محكمه خدنا معهم صابت الوالد جلطه دماغيه بعد سماع القرار. فبعد هيك الاب اخذنا نقلناه المستشفى، رحنا على المحكمه نسوي استئناف للمحكمه. طبعا بعد ما صابته الجلطه دخل بغيبوبه 4 شهور، ما كناش نعرف وين الملف تبعنا، فطلبنا الاستئناف فرفضوا الاستئناف. قبل 20 يوم بلغونا انه نقل البيوت للاستيلاء عليها وبده يدخلوا فيها المستوطنين. طبعا احنا قمنا اليوم بهدم هذول 5 بيوت ولا ندخل المستوطنين على ارضنا وعلى بيوتنا. طيب سيد سمير، يعني هلا هدمتوا البيوت، وين بدكم تعيشوا هلا؟ وين انتم عايشين؟ احنا غير عايشين في الارض، احنا لا موجودين في الارض. اولادنا وبناتنا ونسواننا عايشين في الارض، حاطين خيمه وبدنا نقعد ننام فيها، وين بدنا نروح؟ ما فيش يعني احنا بنعاني بالسكن في بيت المقدس، وسياسه التهجير هي معروفه، بده يهجرونا من بيت المقدس، ما لناش غير الارض تبعتنا، وين قاعدين فيها. 5 بيوت يعني كم عدد اطفال يعني افراد هاي الخمس بيوت، عدد الافراد الاسر؟ 25 فرد كان يعيش في هذه البيوت من اطفال ونساء واولاد. وهلا كل ال 25 عايشين بالخيام؟ لسه احنا اليوم بدنا نحط الخيمه، لسه اليوم هديناها، هلا هم موجودين في دار اختي، فاليوم ان شاء الله بكره الصبحيات بدنا نجيب خيام
ونعيش في الخيمة، ما فيش محل نعيش فيه. طيب خليني يعني أقف مرة ثانية عند مسألة أنكم هدمتوا البيوت بأيديكم حتى لا يسكنها المستوطنين. البعض قد لا يفهم هذه النقطة، بعض الناس هيك بيفهموا كأنه أنتوا اللي هدمتوا البيوت، ممكن تشرحها أكثر؟ نعم طبعا، احنا طبعا هدمنا البيوت لانه اليوم بكره يعني ما عادوا من المستوطنين تستولى هذه البيوت، يعني بيجيبوا لنا الجيش، بيجيبوا لنا الشرطه، فطبعا بقوموا بالاستيلاء عليها بقوه. فاحنا منعناهم انه منعنا الامور هاي تحصل. اذا دخلت الجيش والشرطه بيخلونا برا، بيدخلوا المستوطنين، وصعب بعديها المستوطنين يخلعوا من البيوت لانهم هم بده يسووا بوره استيطانيه في هذا المكان. فاحنا منعنا، لما هدمنا الدور ما بيقدروش يعيشوا فيها، يعني خلص الارض فضيت ما بقدرش اعيش فيها. احنا لقيت ابونا يعني صحصح شوي، لقينا الملف الموجود، فاحنا بدنا نعاود نمثل قصتنا كمان جديد في المحاكم الاسرائيليه، نعاود نخوض معهم كمان معركه لاثبات الملكيه اللي هي بتعود انه النا، لانهم اول شيء رفضوا يشوف الاوراق اللي معنا والاوراق الثبوتيه. طلبنا من الاردن، طبعا الاردن رفضت تعطينا الملكيات والنسبات تبعتنا، فاحنا بطريقتنا جبناها عن طريق تركيا من نفس اسرائيل، من هون من مركز المعلومات جبنا المعلومات انه هذه الارض بتعود انها ملكيتها لنا. سيد سمير، شفنا فيديو ل يعني والدك عبد الله الاخضر او عبد الله خضر، سامحني. نعم. كان بيحكي وبيقول هاي الارض حياتنا واحنا صامدين. يعني والدك أصيب بجلطة أثناء المحكمة؟ نعم، كان في المحكمة، ولما طلع القرار بإخلاء أو الاستيلاء على السكن وعلى الأرض، طبعا صابته جلطة دماغية ودخل بغيبوبة 4 شهور، وطلع من الموت يعني، وصابه شلل نصفي، وحاليا هو يعني بعاني من الشغلة هاي. هلأ كمان والدك يعيش، يعني هو أصبح اليوم على كرسي متحرك. وكمان والدك الحاج عبد الله هيعيش معك بالخيمه؟ نعم، ولنا وين بده يروح فيه؟ يعني حتى اليوم هي تعب وديناه على المستشفى لانه تدهورت شوي صحته، الصحه تدهورت، الضغط ارتفع عنده، فخوفنا نصيبه كمان جلطه، فوديناه على المستشفى على الفحوصات. ان شاء الله ما فيه الا العافيه سيد سمير خضر، شكرا جزيلا ان شاء الله لك، كنت معنا عبر انترنت من القدس، لك جزيل الشكر. نبقى في فلسطين، حيث دعت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، دعت إسرائيل إلى التوقف عن قمع الحقوقيين في الأراضي الفلسطينية، وقالت إن حملة الاعتقالات والمداهمات لمنازل النشطاء سياسيين تشكل جزءا من حملة قمع أوسع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطيني. وأعربت ماري عن قلقها بشأن الترحيل القسري للفلسطينيين الذين يعيشون في حيي الشيخ جراح وسلوان بمدينة القدس الفلسطينية المحتلة، وأضافت أن المدافعين عن حقوق الإنسان أمثال منى الكرد ومحمد الكرد وزهير الرجبي يقفون في طليعة حماية مجتمعاتهم من التهجير القسري، وقد تم احتجازهم والتحقيق معهم من جانب إسرائيل. معنا عبر الهاتف من بيت لحم فريد الأطرش، حقوقي ومحامي في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وأحد الذين تحدثت عنهم المقررة الأممية ماري لولور في تقريرها الذي طالبت فيه تل أبيب بالتوقف عن قمع الحقوقيين في الأراضي الفلسطينية. سيد فريد، مرحبا بك. سيد فريد، كيف تابعت هذا التقرير؟ أهلا فيك وشكرا على الاستضافة. يعني حقيقة هذا التقرير هو تقرير مهم ويسلط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها المدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية. وحقيقة هذا التقرير يجب أن يكون له متابعة، بحيث يجب التوقف عن ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان وتوفير الحماية لهم. حقيقة نحن لا نشعر بالأمان، ولا يوجد يعني هناك عمل بحرية، هناك عملية قمع، وتعرضت أنا شخصيا للاعتقال، وتم اتهامي بمشاركتي بمسيرة سلمية ورفع علم فلسطين، وتم اعتقالي لمدة 10 أيام بشكل تعسفي، ويعني تم الإفراج عني نتيجة ضغوطات محلية وأيضا دولية. نأمل أن يكون هناك وقف
هذه الانتهاكات التي نتعرض لها، وأن نقوم بممارسة عملنا بحرية دون تهديد ودون خوف ودون يعني حقيقة احنا ما نشعر في الأمان، يعني في بطلنا نشعر في الأمان، صرنا معرضين يعني بالحبس أو معرضين لأي أشياء احنا نعرفهاش مجهولة نتيجة انه بنقوم بعملنا ونشاطنا السلمي وفضح الانتهاكات. التقرير تحدث أو البيان تحدث عن الدفاع وتوقف الانتهاكات بشأن مدافع حقوق الإنسان، وذكر أسماء سواء أنت سيد فريد ومنال كرد ومحمد الكرد. في مسألة الدفاع عن المنازل، قبل أن تنضم إلينا كان معنا سيد سمير خضر، هدمت 5 منازل أو هدموها بأيديهم لكي لا يتم الاستيلاء عليها من قبل المستوطنين، وهو المشهد الأشهر ليعقوب ومنى الكرد. هل هذه التقارير الدولية توقف ذلك أو توقف هذه الانتهاكات بشكل فعلي على الأرض؟ يعني للأسف نحن نقول أن هذه التقارير على أهميتها لا توقف الانتهاكات، والاحتلال الإسرائيلي لا يعير أي اهتمام جدي بهذه البيانات وهذه المواقف، على أهمية هذه المواقف، وهي تساهم في فضح سياسات الاحتلال تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان وتجاه ما يتعرض له المواطنين الفلسطينيين. ولكن يعني نحن يعني نقول كفلسطينيين وكمدافعين عن حقوق الإنسان أن قضيتنا هي قضية عادلة، وعلينا أن نناضل بكافة الطرق من ضمنها المنبر الدولي الذي هو أيضا منبر يجب عدم تجاهله وعدم الاستهانة به، حتى لو أن الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الحالي لا يقيم وزنا لهذه البيانات وهذه المواقف، إلا أنه يؤثر حقيقة في صورة الاحتلال أمام المجتمع الدولي. ونأمل أن تساهم هذه البيانات وهذه المواقف في الحد من الانتهاكات، وأن يكون هناك حماية جدية للمدافعين عن حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات التي تعرض لها المدافعين عن حقوق الإنسان، وأن يكون هناك حماية لهم، وأن يكون هناك، نحن نطالب بخطوات أكثر من بيانات حقيقة وأكثر من مواقف تجاه ما يتعرض له المدافعين عن حقوق الإنسان. نعم، شكرا جزيلا سيد فريد الأطرش الحقوقي والمحامي في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من بيت لحم، لك جزيل الشكر. مشاهدينا، المساء مستمر وبعد قليل باقي فقراتنا، وفيها تقرير حقوقي يكشف مئات السوريين محتجزون بليبيا في ظروف غير إنسانية.